ولا تكن من الغافلين. الغفلة أكبر مرض أصيب به معظم الناس، الغفلة عن الله، الغفلة عن الموت، الغفلة عن الآخرة. الإنسان الغافل نسى آخرته ونسى الموت وانشغل بالدنيا واطمن ليها. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة لو استولت على قلب الإنسان هتمنعه من الوصول لأي خير، هتكون حجاب كبير يحجب قلبك إنه يوصل لربنا. فالإنسان الغافل لا يستجيب لنصيحة ولا يتأثر بموعظة، لأن كل أجهزته معطلة. هتوصل له النصيحة إزاي؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة مرض معدي زي الجرب، والله أشد من كورونا، لأن المصاب بكورونا لو مات هيخسر الدنيا بس، وربنا هيتقبله بأمر الله من الشهداء. أما المصاب بالغفلة لو عداك، لو نقلك مرض الغفلة، هتخسر الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم والأمة كلها من إننا نقرب من إنسان مصاب بالغفلة. فقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وللأسف الإنسان الغافل مش بيفوق إلا بعد فوات الأوان، مش بيفوق إلا ساعة الموت. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني مفيش أمل يفوق، مفيش أمل يفوق لوحده قبل ما يموت. قال صلى الله عليه وسلم: الناس نيام، وإذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا. والله كل إنسان عايش لشهواته هيدوق مرارة الحسرة والندم عن كل يوم كان غافل فيه عن الله، ويتحسر يوم القيامة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هنعمل ايه مع واحد بقاله 20-30 سنة ما بيصليش، واحد بقاله 20-30 سنة مقيم ومصر على شهوة حرام؟ كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال ده: مستني ايه عشان تبعد عن الحرام وتفوق وترجع لربنا؟ هتصحى امتى؟ صحتك بتضيع، عمرك بيضيع، مستني المراقب يقولك خلاص الوقت خلص هنلم الورق، مستني الجرس يضرب وتلاقي نفسك برا اللجنة، مستني لما يقولوا مات، مستني لما تلاقي ملك الموت واقف على راسك جاي ياخد روحك وتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مستني الدنيا تروح منك وترجع تندم على الدنيا اللي راحت منك، مستني ان الدنيا تخلص وانت ما وصلتش بقلبك لربنا، مستني الجنة تضيع منك؟ ليه معظم الناس الدنيا ضحكت عليهم وبيخرجوا من الدنيا خسرانين؟ يا ترى هتصحى امتى بتشوف صحابك وجيرانك في عز شبابهم بيموتوا وانت بتتفرج؟ ليه مش بنتعظ؟ ليه مش بنحاسب نفسنا؟ ليه تايهين؟ ليه معظم الناس في غفلة عن آخرتهم؟ اقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون. يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم من قبل المنية زادا.